الشيء اللي بغي نقوله أستاذ هشام هو أنه وخاد الأعمال هذه اللي تنجير كاملة الشيء اللي بدأت يكون واحد السيد هو اللي قايم مصارع لهذه المسائل هذو هو سميد راجي هو اللي تيخدم لي دابا الكومبوزيتور ديالي. شكرا. قبل ما غادي نختموا هذه الميسيون تنبغي نشكر كاع هذا الشيء اللي قايم على هذه الميسيون هذه وكل شيء اشنو غادي نقول. المهم حنا تنعاونوا هذا الدري هذا باش يوصل ان شاء الله ويحقق هذاك الشيء اللي غادي يستحق وان شاء الله الشيء اللي كاين تيستحق حتى هو عنده قدرات عنده موهبه ارتيست كنقولوا حنا ماشي تسميه في القلب ديالو وان شاء الله غادي يكون حاجه جديده اللي غادي تشرف المغرب وغادي تشرف بالضبط مراكش وان شاء الله غادي يكون في الديبيوت نتاع 2014 ان شاء الله في
ديفيت مع لونجلي الجديد ديالو بلونجلي الى العربيه. وهذا هو احسن مانجر في العالم كنت يقول اخويا عزيز. هذا هو اللي كاين احسن ممثل في العالم واحسن مونبوت في العالم. ميرسي على فان جو ميرسي مسيو هشام زرق سبيسيالمون كيما اللي عطاني كيما اللي خلاني عطاني كيما فرصه دوني لوكازيون بور اونتري بروشين انتر باش نقدم راسي. عطاني في واحد الفرصه اللي كنت كنتظرها بفارس الصبر. انا اول مره كنهضر في لا راديو مونبوت. طنشكر.